في جانب آخر، بعد ختام الحفل كان الأمير خالد بن سلطان قد تحدث للقنوات ولوسائل الإعلام. نتابع ماذا قال. ما اطلعت عليه اليوم من منشآت في نادي الشباب تكميلية لما يقدم من عمل على الملعب، يعني غالبا يقاس عمل الإدارات الحقيقة فيما تحققه من إنجازات سواء في كرة القدم أو في الألعاب. ما شاهدته اليوم سواء في المتحف أو العيادة أو حتى في غرف اللاعبين؟ وأولا أهم ما في نادي الشباب هو استمرارية العمل وتسليم القيادات سواء الإدارية منذ 50 سنة إلى الآن، أن دائما الإدارات تعمل بما انتهى له الإدارات السابقة. طبعا نشكر جميع الإدارات السابقة، ونشكر الحقيقة الأخ خالد البلطان على عمله الكبير اللي عمله في خلال 4 سنين الماضية. وطبعا بعض التجهيزات اللي موجودة هنا يعني ما أبغى أمدحها أكثر من الآن، لكنها حقيقة تعتبر في بعضها هي الأولى المتواجدة في أندية المملكة العربية السعودية، وفي تنافس كبير حسب ما قيل لي مع أندية كبيرة في العالم. سمو الأمير، يعني الفريق الأول أشارت سياسة النادي، وأنت مشجع، أتكلم كالمشجع، سياسة النادي سمو الأمير أنه يكون هناك إحلال في الفريق الأولمبي، في هذا الفريق الأولمبي، هل يرى سموكم يعني حرج أو يدعم هذا التوجه بأنه إحلال البدلاء في الفريق الأولمبي يجب عليه الاستغناء عن نجوم في الفريق الأول، أو على الأقل يعني من يراهم؟ أنا عشان أختصر لك، أنا أعطي الشيء للمختصين، أنا لست مختص في هذا، أنا أستمع من المختصين، ويتكون الفكرة من خلال رئيس مجلس الإدارة ومن خلال التوصيات وما هو أفضل لنادي الشباب، أنا أكون مؤيد وداعم لها إن شاء الله.